جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة بقية على الفريقين أن يقدم أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. ليفاندوفسكي، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. لوكاكو فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. باريدس يفضل العودة بالكرة. باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بيليغريني يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. الكرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. غوندوغان كرة إلى الأمام. بيدري كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. سمولينغ، روما حتى الآن لم يسدد أي تسديدة على المرمى. جواو كانسيلو تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. مانسيني تمريرة بينية. والآن فرصة للتحول الهجوم. شوط أول في طريقه لأن ينتهي، تعادل لا يزال مستمر 0-0. بينية جميلة. غوندوغان عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. وأرضية قوية. إمكانية مرتدة الآن. كرة على الطرف. ديبالا. غوندوغان. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. يبدأ الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد شوط أول كانت الكلمة فيه للدفاع. كريستانتي حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة، كان من الأفضل أن يركز على التسديد. باريدس كريستيانتي باريدس بيليغريني يحاول أن يلعب كرة بينية. بينية رائعة. ليفاندوفسكي كريستيانتي باريدس يلعبها في المساحة. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة، شيء غريب شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. ديونغ يلعب كرة عرضية.
ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. Substitutions taking place. Substitution for Roma. Number 69. Roma. يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. الآن فرصة لهجوم معاكس. تحول سريع في الملعب. باريدس. محاولات هجومية قليلة جدا على المرمى، طبيعي تكون نتيجة سلبية. لا أحد يريد الهجوم، غريب جدا أمر هذه المباراة. تحفظ نشاهده في هذه المباراة. نعم يبقى النتيجة بدون أهداف، لكن في نفس الوقت يجعلها مباراة مملة بصراحة، بدون أن نشاهد فرص حقيقية على المرمى. روما يجب أن نشيد برغبتهم في تحقيق الانتصار بالتأكيد. بعض الأندية لا تغامر في الدقائق المتأخرة من المباراة. إراءة ممتازة من الدفاع. روما فاقد للوعي الهجومي، يحاول كل مرة بيفقد الكرة بنفس الطريقة دون أن يغير أو أن شعراوي أخطأ لكنها مرت بسلام. Substitution. برشلونة يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. واضح النية الهجومية هنا من خلال تغييرين في الهجوم. راح نشوف كيف يمكن لهذه التغييرات أن تصنع الفارق وتهدد مرمى الخصم. كوندي. أوريون روميو. غوندوغان. لمسة بينية. ديفالا. وكرة جول. روما افتك الكرة بدون أخطاء. من هنا بدأت الخطورة. نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. هل سيكون هذا هو هدف الحسم؟ يلعب كرة على اليسار. دي يونغ. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. ديبالا رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم، تستحق كرة المباراة. شيء رائع.